عليكم ورحمة الله. بسم الله، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن ضغط الدم العالي المرتفع، إزاي ممكن يعني نتخلص منه بطريقة طبيعية، وده يعتمد طبعا من شخص لآخر، يعتمد على التاريخ المرضي وعلى أسباب إن الضغط مرتفع. يعني مش كل الناس هتستجيب زي بعض، بس هقول لكم على وصفات كتير حلوة قوي، وجابت نتيجة حلوة قوي مع ناس كتير قوي. دي حاجة. تاني حاجة هنقول، ولا خليها أول حاجة، هنتكلم على أصحاب الضغط وكورونا. هما كتير قالوا لي الوصفات معظمها مش بتناسبهم، اللي عندهم ضغط مرتفع هيعملوا فيها إيه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللي عندهم الضغط المرتفع، الوصفات بتاعت الضغط اللي بتنزل الضغط هتساعدهم في حاجات كتير قوي، منها المناعة، منها إن هما لا قدر الله لو مرضوا بالكورونا، إن شاء الله يعني ربنا يحفظ الجميع، كتير هتساعدهم لانها فيري جود لكل الجهاز، اجهزه الجسم تقريبا. الناس اللي عندها الضغط المرتفع فقط، هي كل الوصفات اللي احنا حكينا عليها بتنفعهم، ما عدا ان انا استعمل الجينجر في اي حاجه. الجينجر هشيله، اللي هو الزنجبيل هشيله. يعني انا مثلا خلطه الليمون والعسل اتس جود، مش هتعمل لهم اي مشكله. ليمون كتير مع ميه دافيه مع معلقه عسل حلوه قوي، ومش هتاثر عليهم ومش هتعمل لهم مشكله. القرنفل ما بيرفعش الضغط، القرنفل اتس جود، هحط عليه ميه سخنه وهسيبه لما يبرد وياخدوه، ممكن احط معاه ليمون، اتس فيري جود، وكل حاجه فيه كويسه. اللي حلو قوي كمان البصل الاحمر، قلنا اتس فيري جود. اللي جاله المرض وكل الوصفات دي بياخدها ولسه تعبان، عنده مشكله في النفس وفي صدره، البصل الاحمر رائع، فيه ماده الكورسيتين اللي قلنا عليها قبل كده، اتس فيري جود للشعب الهوائيه، بتفتحها، بتساعد على ان هم يتخلصوا من ضيقه النفس، بتساعد في قتل الفيروس كمان، يعني من الحاجات الرائعه وفي متناول كل الناس. فهاتوا البصل الاحمر، يعني يا اما تاكلوه على طبق سلطه كده كبير قوي، مش مع طبيخ ولا اكل، يعني لوحده كده، تتمتعوا بالاوراق الخضراء، ليمون كتير، زيت زيتون، بصل احمر كتير قوي، بترفع المناعه فيري جود وبتساعد. او تاكلوه لوحده كده اللي يقدر، او تعملوا العصير بتاعه، عصير البصله مبشوره حمراء مع معلقه عسل is amazing، يعني من الحاجات الحلوه قوي. واخده قد ايه؟ لحد ما اتحسن، لحد ما المشكله اللي عندي في النفس تروح، يعني ما فيش اي مشكله منه، لان البصل is اكل، يعني هو مش عشبه. اوكي، دي من الحاجات المهمه قوي المفيده قوي. اي حد بيعرف حد مريض عنده مشكله دلوقتي في كورونا، وصل لمرحله النفس والمشكله دي، البصل الاحمر amazing، يحطه، وطبعا مع القرنفل والليمون والعسل وكل قلنا عليه، فيتامين سي، فيتامين د، كل ده ان شاء الله بيخف وما يحتاجش يروح للمستشفى ان شاء الله. اوكي، وما ننساش نقطعه ونحطه في قلنا في اركان البيت ومداخل البيت للناس اللي عندهم الحالات عاليه دلوقتي في بلادهم. اوكي، ده بالنسبه كورونا. بالنسبه بقى للضغط العالي بقى كده، خلينا من كورونا وعامه نحكي على ان ناس كتيره قوي بقى عندها الضغط، حتى الاعداد اكتر من كل سنه بتزيد عن السنوات اللي قبلها. الضغط العالي لما اشوف وصفه، الوصفات ماليه الدنيا، هتلاقوا الاف الوصفات، اتس نوت وركينج، مش هتشتغل معانا طول ما انا عندي نفس طريقتي في الحياه. زي كل الامراض المزمنه، انا لازم اصلح المشكله، لازم اغير من طريقه حياتي. الضغط المرتفع مش هيمشي معاه الكيتو دايت، هيمشي معاه اي حاجه يعني بتكون فيها الفاكهه والخضار اكتر حاجه، يعني اللي هو البلانت بيز هيمشي معاهم قوي، بس المعدل، مش اللي هو النظام النباتي زي ما هو، لا، المعدل اللي هدخل فيه شويه بروتين حيواني بسيط، اللي هو ممكن البيض ادخله، وبيضه في اليوم هتشتغل معايا مع النظام النباتي. ممكن ادخل معاه كمان، اللهم صل على محمد، قليل من الزبده، بسيط قوي، الطبيعيه 100% لو متواجده. لو مش متواجده هيبقى زيت الزيتون از بيرفكت ليهم. التوم عندي هيكون كتير قوي. الاكتر حاجه اتكلموا عليها في الضغط المرتفع وفي معظم الامراض، بس الضغط المرتفع اكتر حاجه اتشوز ان هي كتير اثرت على اصحاب الضغط المرتفع، او ممكن كانت السبب، اللي هو التوتر والضغط النفسي، كتير بيسبب بيرفع الضغط، الكآبه، الحزن، ان انا عندي مشاكل وعايشه فيها. فقالوا المديتيشن او الصلاه الكتير الهاديه اللي بفصل فيها عن كل حاجه في الحياه كده، وبكون قاعده ريلاكس كتير، بتساعد قوي قوي قوي، من اكتر الحاجات اللي بتساعد. يعني في طبيب عالج مرضى الضغط المرتفع
ما دورش على الحاجات الوظيفيه، ما دورش على الكلى فيها مشكله ايه، ما دورش على الشرايين، عالجهم بالميديتيشن اللي هو جلسات التامل او الصلاه بالنسبه لنا، وعالجهم كمان بالتنفس. التنفس مهم في كل حاجه، حتى اللي جالهم كورونا بينيد ان هم يعملوا تمارين النفس قد ما يقدروا، اوكي، ويتحركوا طبعا. اللهم صل على محمد بلس الاكسرسايز، اكسرسايز بسيط بس هو مين اللي يتكلم على تمارين النفس قد ايه دي بتظبط جسمنا وبتظبط الضغط وبتضيع الاسترس اللي عندنا، وكل ما كان في كميه اكسجين اكتر كل ما تعالجنا. فدي الحاجات اللايف ستايل اللي احنا ممكن نعملها، ان انا اتحرك، اعمل رياضه، اعمل تمارين النفس مهمه كل يوم، كل يوم على الاقل ابدا مثلا ب 2 مينيتس مثلا، دقيقتين هعمل التمرين، هسحب انهيل واطلع نفسي، وابدا ازود بقى الانهيل اللي هو الشهيق ازوده اكتر، وازود الزفير المعدل بتاعه اكتر، احبس النفس مور اكتر. البدايه ممكن تكون صعبه عند ناس كتير، قالوا لي حسينا بتعب وجالنا صداع، عشان ذا فيرست تايم يعني، ما ذات مينز ان احنا ما بناخدش نفس عميق في حياتنا. اللي تعب ما قدرش يعمله معنى كده ان هو بيستعمل جزء صغير قوي من الرئه بتاعته وما بيعملش رياضه. الناس الرياضيه لما تقول له اعمل نفس عميق مش هتفرق معاهم، بيعملوه فيري جود وبسهوله. فلكن اللي لسه هيبدا ستيب باي ستيب هيبقى فيري جود ان شاء الله وهيوصلوا. ده بالنسبه لللايف ستايل، يعني طريقتي في الحياه، اتحرك، اعمل النفس العميق، اتامل، اصلي، افصل، اخرج من التوتر قد ما اقدر، حتى لو الحياه كلها ضغوطات لازم نخرج شويه ان شاء الله. دي حاجه. هنتكلم الاكل بقى، الاكل بتاعنا اخفف قوي الدهون، اخفف طبعا، كل الناس اتكلموا في الحاجات دي، الاكل بتاع اللحوم تكون قليله قوي، ميلي اكثر من الاوراق الخضراء الفريش الطازه، زيت زيتون احطه عليها، الميه بالليمون في الصبح از اميزنج، ولو كانت وورم يعني دافيه از فيري جود، هتلاقوا نزلت لكم الكوليسترول، ساعدتكم ان انتوا عندكم طاقه وانرجي. بس كل حاجه بتاخد وقتها، لك مثلا لو حد عملها يومين وقال انا مش حاسس بتحق نو قد ما انت كنت مهمل في جسمك وما بتعملش اي حاجه، هتاخد وقت اكتر عشان خاطر توصل لبدايه الطريق الصح، بس هتوصل ان شاء الله. ابدأوا وتوكلوا على الله واصبروا، لازم تصبروا قوي، لانه هتجيب نتيجه حلوه جدا. ان انا اتخلص من ادويه الضغط او ادويه السكر للناس اللي عندها تايب 2 النوع الثاني، دي حاجه اميزنج، محتاجه ورك صح ولا لا؟ محتاجه شغل وتعب، وبتعتمد على السن، يعني الصغيرين بسرعه بتلاقي شافوا والاكل ظبط معاهم، الرياضه ظبطتهم، كل حاجه. كل ما كبرنا في السن كل ما هنحتاج مور اكتر عشان نعمل تنظيف لجسمنا. يبقى انا الصبح هاخد ميه دافيه مع ليمون، ممكن كوبايه اتنين تلاته اربعه، وما اكلش، الاكل بتاعي يكون خفيف جدا. هحاول اعمل اسبوع اسبوعين كاملين من الكلينس، تنظيف الجسم بتاعي، اوكي. اللي هيقدر يصوم يصوم، هنشرب شاي اخضر، هنشرب المشروبات اللي هحكي عليها دي دلوقتي، هنعمل رياضه، هتشوفوا تحسن كبير جدا. الريسبي اللي هحكي لكم عليها دي رائعه، هتجيب لكم نتيجه حلوه جدا. هستعمل فيها اوراق الزيتون في كل حاجة هتدخل لنا، دي من الحاجات البرفكت اللي في بلادنا، فأنا عشان كده أي ويل انسيست عليها. يبقى ورق الزيتون هستعمل في نفس الريسبي، الوصفة هستعمل الكركديه الجميل ده، أبو لون حلو أنا بحبه قوي مع إني ما بشربوش كتير. هستعمل السيلري سيد اللي هو بذر الكرفس، من الحاجات الرائعه اللي احنا بنغفل عنها، وممكن اجيبها من اي عطار بقول له عاوزه بذر كرفس. طبعا نجيب اورجانيك از احسن، اللي ما لقاش از جود الموجود يستعمله، ده ممكن يساعدنا ان احنا نتخلص من اليوريك اسيد، حمض اليوريك العالي في جسمنا، الالام المفاصل هيساعدنا فيها، هيظبط لنا الضغط مع الوصفه اللي احنا بنقولها رائع فيري جود. هحتاج فيها الباودر بتاع الجارليك باودر اللي هو الثوم البودره، اللي مش هيقدر يحطه على الوصفه ممكن يجيبوا كبسولات، اوكي. انا ممكن بقى اعمل ايه في الوصفه في الحاجات الحلوه دي كلها؟ ايذر ان انا اخدها كلها واطحنها واعملها على بعضها، هاخد اللي هو ورق الزيتون، هاخد الكركديه واطحنهم طحنه كده نص نص، هيدوني حاجه خشنه كده جميله، اللونين مع بعض الاخضر مع الاحمر، وانا عندي الثوم هو بودره اوريدي، وعندي كمان
السيلري سيد هو حبوب صغيرة مش محتاجة أطحنها. أوكي، يا إما تعملوها كده يا إما تعملوها كله كامل زي بعضه. أنا لو عملتها كده هاخد معلقة كبيرة من ده وهحطه في مية بتغلي، اللي هو المطحون أو ورق الزيتون مع الكرجتين، هحطه في مية بتغلي يعني دقيقة واحدة، يغلي دقيقة واحدة وأقفل عليه. And then بحط السيلري سيد على طول immediately، هحط التوم بعديه، للي عاوز توم، اللي مش هياخده حبوب يحطه في الوصفة دي، وبغطيه واسيبه لما يبرد خالص ابدأ اشربه. ممكن اشربه بقى بين الوجبات، is very good، ممكن اخده الصبح is amazing، واشرب بعديه مية مية، ممكن مية بليمون مية. بس الوصفة دي هتساعدكم في اسم انتي ايجينج، يعني مش هتخليكوا بشرتكوا تعجز بسرعه، هتلاقي هيبان على البشره، هيبان على شعركم، هيبان على كميه الاكسجين اللي في الجسم عندنا هتزيد بسبب الوصفه الحلوه دي. هتلاقوا نفسكوا عندكوا طاقه احسن، بتنزل السكر، از اميزنج في كل حاجه، زي ما قلنا بتعالج مشاكل اليوريك اسيد، الناس اللي عندها مشاكل، كويسه للكلى، بتعمل كلينس، كل حاجه فيها حلوه. خدوها وبعد اسبوع شوفوا النتيجه، ان شاء الله هتحسوا بتحسن. طبعا لازم يعني اتواصل مع الطبيب بتاعي اقول له انا هاخد وصفه كده، الدواء بتاعي بتاع الضغط اشوف ضغطي الاول قبل ما اخده، لان ممكن الضغط ينزل بالوصفه دي، فلازم تعملوا يعني توازن مع الدواء وتشوفوا الطبيب بتاعكم. ان شاء الله بتنفعكم فيري جود، ومن الوصفات الحلوه قوي. الحلوه قوي كمان ان انا اخده يعني بعد الاكل بتاعي، الشاي الاخضر رائع، بس حاولوا تجيبوا نوعيه كويسه وما يغليش. الشاي الاخضر هغلي ميه هحط فيه الشاي الاخضر بعد ما قفلت عليها، ولما يبقى دافي اشربه. از فيري جود وحلو قوي. ده الحاجات اللي تقريبا من الحاجات اللي فيها الكافيين الوحيده اللي انا ممكن اشربها في حاله ان انا عندي ضغط مرتفع، الاحمر ما يستحبش ولا القهوه. اوكي، بعد ما عملت الوصفه الحلوه دي انا محتاجه شويه حاجات اشتريها سبلمنت وسهله وهتلاقوها برده، منها المغنيسيوم، هتلاقوا المغنيسيوم افري وير موجود وحلو وبسهوله هتشتروه، هتاخدوا مغنيسيوم ممكن جرعه واحده في اليوم. هتاخدوا حاجه اسمها جريب سيد اكستراكت، من الحاجات الحلوه قوي لضغط الدم، يعني في ناس يعني تعافوا من ضغط الدم بس بالجريب سيد اكستراكت، اللي هو خلاصه بذر العنب، رائعه، يعني من الحاجات الحلوه جدا للقلب وللدوره الدمويه وللشرايين، تقويه الشرايين از اميزنج. فدي من الحاجات اللي يعني هتاخدوا جرعه واحده يوميا برده هتفرق معاكم كتير قوي، موجود في كل العالم وفي كل الصيدليات موجود، اللي عاوز يجيبه من امازون موجود برده. ده بيسبورت الهارت هيلث وكل مشاكل الدورة الدموية وكل حاجة بتتعلق بالقلب والشرايين. وكمان هو فيه مضادات أكسدة عالية قوي، جود للمناعة، جود لكل حاجة. ده كل السيستم بتاعنا. ممكن نجيب الجارليك، الحبوب بتاعة الجارليك بتفيدنا، بستعملها لو أنا مش هستعمل باودر مع الوصفة دي. فأنا هجيب مغنيسيوم، هجيب بذر العنب، الحبوب هشتريه، وحبوب التوم، دول الحاجات اللي أنا هشتريهم. اللي من العطار بقى زي ما قلنا اوراق الزيتون، هجيب السيلري سيد اللي هي بذور الكرفس، هجيب الكركديه، كل الحاجات دي هحطها مع بعض، هعمل شاي حلو اخده بين الوجبات ممكن مرتين ثلاثه في اليوم. اند ذن راقبوا الضغط بتاعكم، هتحسوا بتحسن كبير قوي، ربنا يشفيكم جميعا ويشفينا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.